كشعب وكأمة نظاما اقتصاديا عربيا مشتركا قادرا على الصمود إزاء مخلفات التقلبات العالمية، وأيضا لاحتواء الضغط الدولي وعلى التفاعل مع بقية الفضاءات ومختلف الشراكات والشركاء أيا كانوا بمن لا يعادينا من موقع القوة ومن موقع الندية والمساواة. إننا مطالبون بالخروج بقرارات عملية وتحديد المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ الأمن الغذائي والدفاع عن أمن دولنا المائي باعتباره أحد دعائم الأمن القومي العربي الشامل. وتونس